صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله تعميم بشأن عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1440 هجرية، وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1440 هجرية تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم العيد واليومين التاليين له، وإذا صادف أحد أيام العيد يوم عطلة رسمية فيعوض عنه بتمديد العطلة يوما آخر.